وأنا أوجه رسائل لأصدقائنا في العدالة والتنمية. إذن في المرحلة اللي كان فيها هذا الحزب خارج الشرعية وكان فيه اتصالات مع الإدارة ومع السلطات وصلوا إلى توافق، كان من مقدمات هذا التوافق نشر بلاغ وبيان للجماعة تعلن فيه كثير من المواقف، خاصة نبذها للعنف، تمسكها بالشرعية أو بالقانون إلى آخره. وباش نقول لمن يعنيه الأمر أننا لسنا حزبا إداريا كما قال، احنا الوحيدين اللي خرجنا هذاك البلاغ، كله حتى الأحزاب ديال المعارضة وصحف المعارضة لم تتجرأ على إصداره. إذن هذا البلاغ نشر في صحيفة الميثاق الوطني اللي كانت ناطقة باسم التجمع الوطني الأحرار. إذن هذا البلاغ هو بداية الولوج للشرعية وتقلبت الدنيا، حيث السلطات الحاكمة وقتها ما كانتش كتصور أنه غادي تنشروا. فإذن أستاذ بن كيران، بكل مودة، هل تعتقد في ذلك الظروف الصعبة أن حزبا إداريا يمكن أن يقدم على نشر هذا البيان؟ أترك لك الجواب. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24، عيونكم التي لا تنام.